الموسيقى هذه باش تكون بعد شويه ان شاء الله، لكن نرجع من جديد لمصر مع زميلنا محمد طه. مشاكل تقنيه كبيره في ظهر لي في الاتصالات، ما نعرفش من عندكم ولا من عندنا نحن محمد. والله يعني هي فرصه، خلينا نقول فرصه افضل ان احنا نسمع اغنيه تونسي تاني. لا هذه جزائري، هذه جزائري. طيب اوكي، في انتظار المصري. دونك كنا نحكيو محمد اكيد على اللاعبين التوانسه في البطوله المصريه، وخاصه سيف الدين الجزيري بعد الوضعيه اللي عاشها، كيف شفت عودته في الفريق من جديد؟ طيب خلينا نتكلم يعني اسلام، زي ما كنا بنتكلم قبل الانقطاع المكالمه، انه الزمالك طبعا في الظروف اللي مر بيها، فده شيء جيد جدا ان هو يتوج ببطوله الدوري وبطوله الكاس للعام الماضي، وقدامه كمان فرصه في المنافسه مع النادي الاهلي ايضا للتتويج بالبطوله القادمه للكاس للموسم الحالي واللي هتكون في الفتره القادمه، وايضا في عندنا بطوله السوبر المصري بين الاهلي والزمالك اللي هتكون في ابو ظبي في 20 نوفمبر، كمان الزمالك عنده منافسه في بطوله السوبر لوسيل في قطر يوم 9 من الشهر القادم. بشكل عام اللي قدمه الزمالك واللي قدمه لاعبي الزمالك كان شيء يستحق الاشاده والتحيه، ونقف نقطه فاصله عند سيف الدين الجزيري، اللاعب اللي كان في بدايه الموسم كل الاخبار وكل الاقاويل انه هيرحل عن نادي الزمالك، وانه بدا يبحث عن عروض، وان الامور لم تكن جيده معه في الفتره الاولى، وده كان نتيجه تعامل المدربين، ولكن مع قدوم هو ايضا كان غير مرغوب فيه تقريبا من الاداره الجديده مرتضى منصور، كيف كان غير مرغوب فيه؟ طبعا يعني طبعا، وكان الامور يعني اتحسنت بشكل افضل مع الاستقرار اللي حصل، مع الاستقرار الاداري، مع اثبات اللاعب نفسه، وده اللي بنقوله لكل اللاعبين، ان انت لما تكون لاعب محترف الاحتراف ليس انك تخرج تلعب من بلدك لبلد تاني، ولكن عليك مسؤوليات اخرى كثيره ان انت لازم تحافظ عليها، وهو الضغط النفسي، التعامل مع المشاكل، التعامل مع الاعلام، التعامل مع الجزء البدني والجزء الخاص بك كلاعب وكقوام جسماني، كل ده قدر يقوم بيه لاعب محترف وعقليه محترفه زي سيف الدين الجزيري، وتحول في الفتره الاخيره لواحد من اهم زي ما انت قلت في مقدمتك المهاجمين، وصنع كثير لنادي الزمالك في مصر، وبالتاكيد ده هيعود بشكل كبير جدا على المنتخب التونسي اللي بدا يحجز فيه مكان، وان كان يعني سيف الجزيري عمره في المنتخب لسه عمر وليد وليس من فترات طويله عكس لاعبين اخرين، ولكن اعتقد انه حط رجله بشكل اساسي في كاس العالم وفي القائمه اللي ان شاء الله هتكون موجوده في كاس العالم، واحد من اللاعبين المهمين لانه خبراته بتزيد بسرعه، واللي بيساعد في ده اللاعب نفسه، ودي مهمه كبيره. ولكن لو هنتكلم بشكل عام بقى، ظاهره اللاعبين التونسيين في مصر ظاهره يعني ممتازه جدا، والتالق اصبح بيفرض نفسه من هؤلاء اللاعبين، وده شيء يستحق الدراسه حقيقي. يعني احنا بنتكلم عندنا في 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 مصر علي معلول طبعا، وحدث ولا حرج عن علي معلول والاسم الكبير اللي صنعه سيف الدين الجزيري لما كنا بنتكلم عنه. تو نجيو المعلول، لكن قبل هذا نسال حمزه المثلوثي، كيفاش موقفه في الزمالك؟ حمزه تقريبا من اخذ ورد، خلينا نقول مره يلعب مره لا، مره فما رضا على مردوده، مره لا فما برشا انتقادات. كيفاش تشوف انت حمزه المثلوثي في الزمالك الموسم هذا؟ حمزه المثلوثي يعني خلينا نقول انه لم يقدم الافضل، ولكنه قدم شيء افضل من العام السابق. يعني حمزه المثلوثي قدم الموسم ده افضل مما قدمه العام السابق، ولكنه لم يقدم الافضل بعد. لديه اكثر من كده، يعني منتظر منه اكثر من جماهير الزمالك. طبعا حمزه المثلوثي جماهير الزمالك يعني دائما تبحث عن البطولات وعن الانتصارات وعن التالق بشكل كبير للاعب المحترف قبل اللاعب المصري، فحمزه المثلوثي بينال كل الدعم وكل التحيه والاحترام، واثر بشكل كبير في مساهمه الزمالك بالفوز بهذه البطوله او بطوله الكاس كمان معاه، ولكن هناك الكثير لدى حمزه المثلوثي ان يقدمه، وهناك الاكثر منه انه يجب ان يتعامل معاه في الفتره القادمه بينه وبين نفسه حتى، ومع الدعم الجماهيري اللي بيلقاه، ومع النشاط والحيويه اللي هو بيعيشها الفتره دي، وكمان مع الحاله النفسيه اللي بيعيشها بالتاكيد مع اي نادي بيحصل على بطولات، فبالتاكيد اي لاعب بيتاثر بشكل ايجابي في انه القادم لديه يكون افضل. او نعطيك لك انت وللساده المستمعين طه، تقريبا حمزه المثلوثي اليوم الخيار الثاني قريب جدا من العوده للمنتخب التونسي في قائمه الجيل القادم، باش يكون
مع 90% باش يكون في المعسكر القادم للمنتخب التونسي، خاصة في ظل الوضعية اللي يعيشها لاعب سلافنيتانا الإيطالي واجدي كشريدة مش قاعد يلعب برشا، جاي القادر يبحث على اللاعبين اللي قاعدين ينشطوا مع نهاية الموسم المحترم اللي عملها حمزة باش يعود للمنتخب، وتقريبا حظوظه أصبحت كبيرة أيضا باش يكون في كأس العالم مع المنتخب التونسي. ده شيء طبعا يعني رائع جدا وخبر ممتاز جدا لكل الزملكاويه بشكل خاص وطبعا للشعب التونسي بشكل عام، وان كنا طبعا كلنا هنشجع المنتخب التونسي في كاس العالم، فشيء جيد ان احنا نلاقي لاعب عندنا في الدوري المصري في ملاعبنا بيتالق وبيفيد منتخب بلاده كلاعب محترف. خبر كويس جدا، واتمنى طبعا التوفيق ليه هو وكل اللاعبين. وخلينا نضيف لك بقى كمان اضافات اخرى، التالق الاخرين يعني عندنا النهارده مروان هابش نجي فقط نسالك على علي معلول ونجيو لبقيه الملاعبين. علي معلول في المقابل تقريبا مثله مثل النادي الاهلي، مردوده شهد تراجع شويه، وحتى من مرات القليل اللي يلقى انتقادات من جماهير الاهلي قليل، ديما نشوف ان نتبع الصفحات المصريه نشوف ديما احباء الاهلي يعشقوا علي معلول ويحبوا علي معلول، لكن تقريبا في المقابلات الاخرى قاعد يلقى شويه انتقادات علي معلول، شانه شان كل الفريق الاهلي تقريبا. يعني بالتالي زي ما انت قلت فعلا هو شأنه شأن كل لاعبي الاهلي، وان كان لا يلام على شيء ولا هو ولا لاعبي الاهلي. وهقول لك مفاجأة ليك ولكل الساده اللي بيسمعونا، ان يمكن علي معلول في المباراه اللي اصيب فيها قبل ما يلعب الناس كانت منتظره متى سيصاب علي معلول نظرا للاجهاد اللي هو بيمر بيه، يعني كان متوقع بشكل كبير جدا انه هيقع وهيفقده النادي الاهلي كباقي اللاعبين اللي بيفقدهم مباراه تلو الاخرى، فكان علي معلول هو اللي عليه الدور، فكانت ناس منتظره هل هذه المباراه، هل المباراه التاليه، هل المباراه اللي بعدها، فبالتالي كان شيء متوقع اصابته وان هو يحصل على راحه. علي معلول اللي وصل ليه هو بقيه لعيب الاهلي من كتر الارهاق ومن توالي وتلاحم المواسم موسم تلو الاخر، يمكن خليني اقول لك يمكن الناس اللي بتسمعنا او حتى لو ما عندهمش خلفيه كبيره عن الدوري المصري، احنا بدانا الموسم في شهر 12 بنخلص في شهر 9 او 10 ونخش في الموسم اللي بعده بجانب المشاركات الافريقيه للنادي الاهلي بجانب البطولات المواسم مترابطه يعني ومتلاصقه مترحمه بشكل كبير، وما واللي في وسطها كمان اللي في الوسط في بطولات كاس مصر، بطوله كاس الرابطه، بطوله دوري ابطال افريقيا اللي الاهلي وصل فيها لابعد الحدود فلعب اكبر عدد من المباريات، كاس العالم للانديه اللي وصل فيها للمركز الثالث امام الهلال السعودي، ففي مشاركات كثيره وتلاحم مواسم، فاصبحت الامور ضغط كبير. ثلاث سنين انا بكلمك ثلاث سنين، فكتر خير اللاعبين يعني تفسر تراجع مستوى معلول بالارهاق والتعب. يعني علي معلول لم يتراجع مستواه وحده، تراجع مستوى الفريق ككل، فبالتالي هنا النظرية تشمل الجميع، فبالتالي يعني الأمور هنا مش تصيب في علي معلول فقط ولكن تراجع المستوى واضح على الجميع. على فكرة من الراحة أو القرار اللي أهلي أعطاه للاعبين بالراحة بعد خلاص أنه عرف أنه مش هيبقى بينافس على بطولة الدوري، القرار ده هيفيد اللاعبين بشكل جيد جدا. وان كنت يمكن انا حتى على المستوى الشخصي وانا كنت بقابل علي معلول في المباريات بقول له انت فعلا لازم هتحتاج لراحه طويله، لان انت هتستريح امتى وهتنضم لمعسكر تونس امتى وهتلحق تشارك في الموسم الجديد مع النادي الاهلي امتى وتروح كاس العالم امتى، انت لازم لك فتره من الراحه، لان احنا يهمنا ان احنا طبعا نستمتع بالبطوله الاغلى والاهم كاس العالم، وهي اغلى بطولات كره القدم اللي بتلعب حول العالم في الكره الارضيه واللي بننتظرها كل اكيد سنوات. وعلي تحدي لي ان احنا نشوف منتخب تونس وهتكون البطوله في ارض عربيه، فاكيد كل الدعم طبعا، فنتمنى ان احنا نستمتع بهؤلاء اللاعبين خاصه علي معلول. تحدي خاص لي كاس العالم، خاطر كاس العالم اللي فاتت في روسيا كان عدى كاس عالم سيئه، يحب يبرهن انه قادر يقدم المزيد للمنتخب التونسي. اذا نحكي على لاعب اخر واضيف عليك انه ممكن يبقى كاس العالم الاخيره بالنسبه له، لانه صحيح بعامل السن صحيح. ايضا نحكي على لاعب اخر تقريبا تالق يوم امس البطوله المصريه وقاعد يتالق في المقابلات المباريات الاخيره اللي هو الياس جلاسي، وفما حتى حديث ما عادش تاكد لي انت ولا تنفي عن اهتمام من بعض الفرق الكبرى بالياس جلاسي، بالكبرى نحكي اكيد خاصه على الزمالك خرج كلام انا عادش قول لي انت صحيح ولا لا. شنو رايك في المستوى جلاسي وايضا حقيقه العرض هذا من الزمالك؟ يعني خلينا نتكلم عن معين الشعباني من قدومه لمصر والتعاقد مع هؤلاء اللاعبين وبعض اللاعبين في
النادي المصري اضافه بشكل كبير جدا، ودي رؤيه مدير فني، وامكان التالق فقط ليس للاعبين التوانسه في مصر وايضا للمدربين التوانسه، ولكن يعني لم يحلس التوفيق للمعين الشعباني ان يستمر مع النادي المصري، لكن اظنه في يوم من الايام هيرجع تاني للدوري المصري لانه قدر يثبت نفسه كمدرب كبير. لكن الياس الجلاصي واحد من اللاعبين اللي اثبتوا نفسهم بشكل كبير جدا واصبح معشوق للجماهير في النادي المصري، واحد من اللاعبين اللي بتطمن لوجوده في الملعب، ودي الظاهره اللي كنت بكلمك عنها، ان فعلا بدات اللاعبين التوانسه تلفت النظر بشكل واضح جدا، ليس فقط مع الانديه الكبيره انديه القمه الاهلي او الزمالك، لكن مع الانديه الاخرى والانديه الشعبيه. فبالتالي الياس الجلاصي واحد من اللاعبين الكبار جدا اللي يعني بصراحه شابول اللي بيقدمه مع النادي المصري في الفتره القليله اللي انضم فيها، وان كان فعلا اذا ما انت قلت هناك اهتمام كبير جدا ومتابعه من انديه القمه لضمه، وان كان الزمالك فعلا في كلام، ولكن مدى صحة هذا الكلام أكيد هتوضح في الفترة القادمة، ولكن كون أن اللاعب يتم إدراج اسمه وسط هذه الأخبار من أخبار الميركاتو الصيفي للموسم القادم، أعتقد أنه ده إثبات لذاته قبل أي شيء آخر، فنجاح لي وهو وباقي اللاعبين الآخرين. وأكيد الياس هو لاعب دولي في الفئة السنية المنتخب التونسي معناها، وأيضا سبق له الانتماء للترجي الرياضي التونسي في وقت من الأوقات. اكيد باش يكون بحضينا في الايامات القادمه، كان حكينا معه وعنده وعنا وعد منه باش يجي بحضينا اول ما يوصل لتونس. بقيت الملاعبيه نحكي عليهم كلمه طه، هيثم العيوني في المصري كيف كيف، سيف تقا في سيراميكا كليوباترا، عزمي غومه في فاركو، ايضا موجود في راس عفيه، موجود ايمن الصفيقسي. كيفاش تشوف اللاعبين هذوم طه؟ يعني زي ما قلت لك، هو اللاعب التونسي اصبحت امور يجب وضعها تحت الدراسه سبب التالق هنا في الدوري المصري، اصبح بيفرض اسمه بشكل كبير. هؤلاء الاسماء اللي انت طرحتها يعني بداوا يضعوا قدم، ولكن لسه برضو مش بالشكل الكافي على عكس الاسماء اللي طرحناها في بدايه كلامنا، ولكن مع البدايه المبشره اللي شايفينها اعتقد انه في القادم هيكون اسمائهم كبيره. يمكن عزمي غومه واحد من الاسماء اللي طرحت نفسها ايضا وبيتردد اسمه بشكل كبير جدا، وبقيه مروان الصحراوي ايضا ما سميتوش، ومروان الصحراوي بالظبط الاسماعيلي يعني لا مروان الصحراوي ما عادش في الاسماعيلي، انتقل يلعب مع ايمن الصفيقسي في نفس الفريق. نسيت شنو لا الفريق. انا بتكلم في 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 مرحله بدايه لما كان موجود وبناء اسمه فخر الدين بن يوسف ايضا بشكل كبير. فخر الدين بن يوسف اسم ما حدش ينكر يعني وجوده، واحد من الاسماء الكبيره كبيره جدا، وعامل موسم هايل ورائع، ربما تتويج الزمالك والمنافسه الكبيره اللي كانت بين الاهلي والزمالك على اللقب يعني ما ادتوش حقه الكامل، لكن يعني بصراحه فخر الدين بن يوسف واحد من اللاعبين الممتعين في الدوري المصري، واعتقد وجوده في بيراميدز وانتقاله في بيراميدز وسط اداره وجو ومناخ كبير مريح خلى اللاعب بيدي ويعطي بشكل افضل في الملعب، واكيد ده شيء يشرفنا ان احنا بنشوف هذه الظاهره في ملاعبنا المصريه. طه شكرا جزيلا ليك، وان شاء الله نشوفوا لاعبين توينسا اخرين في الدوري المصري، اكيد دوري محترم جدا خاصه مع نوعيه الملاعب الممتازه موجوده في اغلب الملاعب في مصر، ايضا حتى البث التلفزيوني ممتع خاصه نشاهدوا فيه على قنواتكم في اون سبور. شكرا لكم على التغطيه المتميزه للدوري المصري، وان شاء الله نشوفوا لاعبين توينسا اخرين في دوري محترم جدا اللي هو الدوري المصري. فك انت كمان هنا يا اسلام وتنور مصر دايما، وان شاء الله يعني نكون نتجمع قريب باذن الله كالعاده، وكل التوفيق ليك وللشعب التونسي الغالي علينا وعلى قلبنا، وكل التحيه ليهم، وسمعنا بقى حاجه تونسي ثاني. ان شاء الله تقعد معانا، شوف لنا منال ساسي في زميلتنا في الاخراج حاجه تونسي باش يستمتع بها زميلنا الاعلامي المصري من قنوات اون سبور محمد طه. شكرا جزيلا ليك على تدخلك معانا، وكما قلت موزيكا وبعد مكملين بعد شويه اخر جزء من حصتنا اليوم.